بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الحلوين، طلبة وطالبات الصف الرابع جريد فور، أهلا وسهلا بكم. معكم مستر هيثم فاروق لشرح درس Approximation to the nearest unit أو whole number اللي هو Part 2. طبعا خدنا الدرس اللي فات كان Part 1 اللي هو كان Approximation to the nearest 10, 100, 1000 and so on. For the fourth grade primary second term. بس طبعا قبل ما ندخل في درس النهاردة، تعالوا أفكركم بحاجة من الدرس السابق. عرفنا كويس قوي إن النمبرز 0, 1, 2, 3 and 4 كان اسمهم keep أو wake أو poor، والنمبرز 5, 6, 7, 8 and 9 كان اسمهم increase أو strong أو rich. قبل ما ندخل في درس النهاردة، تعالوا نعمل revision على الدرس السابق. نشوف سؤال بيقول لي إيه؟ بيقول لي complete the table، مديني جدول زي ما احنا شايفين كده ومديني numbers وعاوزني أعمل لكل number فيهم approximation to the nearest 10 مرة، 100 مرة، 1000 مرة، 10,000 مرة، 100,000 مرة. تعالوا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. The first question 245,862، عاوزين نعمل له approximation to the nearest 10. طبعا كنا بنشتغل على الهول نمبر وقلنا ان التن فيها 10، يبقى انا باخد 1 ديجيت، برافو عليكم، اللي هي اليونتس ديجيت. طبعا كنا بنعمل لها ايه؟ ريبليسنج باي 0. التو بعمل لها ريبليسنج باي 0 وبسالها ها انت كيب ولا انكريز؟ طبعا التو كيب، يبقى بقيه النمبر هينزل ويل بي داون از ات از زي ما هو. طيب تعالوا نشوف تو ذا نيرست 100. ال 100 هاز تو زيروز، ال 100 فيها تو زيروز، يبقى هناخد كام ديجيتس؟ برافو عليكم، هناخد تو ديجيتس اللي هو 62، هنعمل لهم ريبليسنج باي تو زيروز. ها ونبص لمين؟ لل 6. ال 6 طبعا انكريز، وطالما 6 انكريز يبقى ها هتزود ال 8 تخلي ال 8 9، يبقى النمبر هيبقى 2459. برافو عليكم، تمام. طيب to the nearest 1000، 1000 طبعا فيه 3 zeros، يبقى انا هاخد كام ديجيت؟ 1 2 3. طيب ها هنعمل لهم replacing by 3 zeros، وابص على اخر حاجه انا واخدها اللي هي الايه؟ اللي هي ال 8. طبعا ال 8 increase، هتزود لي ال 5 1، ال 5 هتبقى 6، يبقى النمبر اللي هينزل will be down 246. برافو عليكم. طب to the nearest 10,000، ال 10,000 انا عارف ان فيها كام زيروز؟ فيها 4 زيروز يا مستر. طب يعني هاخد كام ديجيتس؟ شطار، برافو عليكم. طبعا we take digits according to the number of zeros، طالما 4 زيروز يبقى انا باخد 4 ديجيتس، هنعمل لهم replacing by 4 زيروز، برافو عليكم. اخر حاجه انا واخدها ال 5، طبعا ال 5 increase، ال 5 هتزود لي ال 4 1 هتخليها 5، يبقى النمبر اللي هينزل هيبقى كام؟ 25. برافو عليكم. طيب ها to the nearest 100,000، ال 100,000 has 5 zeros، يبقى انا هاخد 5 digits، ادي 1 2 3 4 5 لحد ال 4، هنعمل لهم replacing by 5 zeros وابص على ال 4. ها are you keep or increase؟ ال 4 قالت لي انا keep، يبقى ال 2 هتنزل will be down. تعالوا نشوف سؤال كمان. ها السؤال اللي عندي ها 9,999,999، عايزين نعمل لها approximation to the nearest 10، يبقى انا هاخد كام digits؟ خلاص بقى ها بقينا شطار، to the nearest 10 يبقى انا باخد 1 digit، برافو. هنعمل لل 9 replacing by، برافو، باي زيرو. ال 9 ار يو كيب اور انكريز؟ قالت لي انا انكريز، يبقى ال 9 هتزود ال 9 اللي بعدها 1 هتبقى 10. طبعا مش هكتب ال 10 كلها، هنكتب 0 اند كاري اب 1 او اند باي رينيمينج 1،
1 and 9, 10, 0 and carry up 1. 1 and 9, 10, 0 and by renaming 1. هلاقي النمبر اللي هينزل لي كام؟ ها؟ ها؟ النمبر كله هيبقى 10 مليون. برافو عليك. طب تعالوا نشوف. To the nearest 100. ها؟ هناخد كام زيروز؟ We will take two zeros أو two digits. برافو. هاخد ال 99 وأعمل لهم replacing by two zeros. وهنسأل مين يا حلوين؟ هنسأل ال 10s. ال 9 are you keep or increase؟ قالت لي increase. يبقى أنا هزود على ال 9 اللي بعدها 1 هتبقى 10. مش هكتب ال 10 كلها، هنكتب 0 and by renaming 1 أو carry up 1. 1 and 9 10 0 and carry up 1. 1 and 9 10 0 and by renaming 1. برضه هلاقي نفس الأنسر هيطلع هو هو، ها 10 مليون. برافو عليك. طب to the nearest 1000 هاخد كام digits؟ ال 1000 فيها 3 zeros يبقى أنا هاخد 3 digits يا مستر. ها هنعمل لهم replacing by 3 zeros. وأبص على الإيه؟ على ال 900. طب ال 9 keep or increase؟ ال 9 قالت لي أنا increase، يبقى أنا هزود على ال 9001 هتبقى 10. مش هكتب ال 10 كلها، ها we write 0 and by renaming 1. نفس النظام هيطلع عندي برضو الأنسر، ها 10 مليون. برافو. ها يلا to the nearest 10,000 هناخد 4 digits. 1 2 3 4 ها هنوصل لإيه؟ لخانة ال 1000. هنعمل لهم replacing by 4 zeros. ال 9000 طبعا increase، هتزود لي على ال 9 اللي بعدها 1 هتخليها 10. مش هكتب ال 10 كلها، هنكتب 0 and by renaming 1 أو and carry up 1. 1 and 9 10 0 and carry up 1. 1 and 9 10 هيطلع الانسر، ها 10 مليون. برافو عليكم. ملاحظين طبعا ان الانسر هو هو ال 10 مليون طالع في كل الايه؟ الاسئله. تمام يلا برضو to the nearest 100,000 هناخد كام ديجيتس؟ 1 2 3 4 5 لحد الايه؟ ال 10,000. هنعمل لهم replacing by 5 zeros. وابص على ال 9 keep or increase؟ increase، هتزود لي ال 99 1 هتخليها 100. برضو الانسر طلع كام يا حلوين؟ طلع 10 مليون. برافو شطار. طب نشوف another question. ها 75,736 to the nearest 10. ها ال 6 هنعمل لها replacing by 0. ال 6 increase هتزود لي 3 1 هتخليه 4 وبقيه النمبر ويل بي داون. برافو عليكم شطار. طب to the nearest 100 هناخد 2 ديجيتس اللي هو 36، هنعمل لهم ريبليسنج باي 2 زيروز. اخر حاجه واخدها 3، طبعا عارفين ان ال 3 كيب شطار، بقينا شطار طبعا. ال 3 كيب طبعا هينزل ال 577 ويل بي داون زي ما هي. تمام. طب to the nearest 1000، ال 1000 فيها 3 zeros يبقى we will take 3 digits. ال 736 هنعمل لهم replacing by 3 zeros. ها look at the 100. ال 7 keep or increase؟ ال 7 قالت لي انا increase. هنعمل ايه؟ هنزود على ال 7 1 هتبقى 8، يبقى النمبر هينزل 58 will be down. برافو عليكم. to the nearest 10,000 ها هناخد 4 digits. 1 2 3 4 لحد ال 7. تمام. هنعمل لهم replacing by 4 zeros. ها ال 7 keep or increase؟ increase. ها هتزود ال 5 1 هتخليها كام؟ شطار، هتبقى 6. برافو عليك. طيب to the nearest 100,000 we will take 5 digits. ايه ده يا مستر؟ ده هم كلهم 5 digits. تمام. تعالوا نبص على اخر digit كده، مين؟ ال 5 keep or increase؟ ها increase يعني هيزود اللي بعده ايه؟ 1. طب ما فيش بعده حاجه، هينزل ال 1 will be down. يبقى انا هعمل replacing للايه؟ للنمبر كله by 5 zeros. وال 5 طبعا اخر حاجه وصلنا لها increase، هتزود اللي بعدها 1. طبعا اللي بعدها ما فيش حاجه، 0. ها ال 1 لما يزود ال 0 1 هينزل ال 1 will be down. تعالوا بينا بقى ندخل يا شطار في درس النهارده. شغلنا النهارده على الديسيمالز والفراكشنز. بمعنى ايه يا مستر؟ بمعنى ان انا هشتغل على الديسيمال او الفراكشن. لو لقيت الديسيمال والفراكشن اللي عندي half or more than half، يبقى كده الديسيمال او الفراكشن هيبقى increase،
هيزود على الهول نمبر 1. اما لو كان الديسيمال او الفراكشن less than half هنعمل له كانسل وهينزل الهول نمبر زي ما هو، لان كده الفراكشن او الديسيمال هيبقى كيب. طب تعالوا نشوف بيقول لي ايه. Approximating it with the nearest unit or whole number. نشوف السؤال بتاع درس النهاردة. بيقول لي approximate أو round off to the nearest unit أو whole number. اليونت هو الايه؟ الهول نمبر. طيب عندي طبعا question number A بيقول لي 32.86. الديسيمال عندي ال 86 هبص على مين يا مستر؟ look at the 10th digit. ببص على الديجيت اللي لازق في الديسيمال بوينت على طول. اللي هو ال 8. طبعا يا مستر انا ما لما بكنسل الديسيمال ما بعملوش ريبليسنج باي زيروز. الكلام ده كان في الدرس اللي فات بس. ال 8 هسألها are you keep or increase؟ ال 8 قالت لي انا increase. يبقى الديسيمال ده هيزود الايه؟ اليونتس 1 هتبقى ال 32 will be 33. Very good. Another question. Question number B 0.6. Look at the 10th digit. ال 6 keep or increase؟ ال 6 increase. هتزود ال 0 1 هتخليه 1. Very good. Question number C 0.3. Look at the 10th digit. ال 3 keep or increase؟ ال 3 keep. يبقى ال whole number هينزل will be down. ال whole number عندي 0 يبقى ال answer equal 0. Very good. Number D 99.99. Look at the 10th digit. ال 9 keep or increase؟ ال 9 increase. هتزود لي 1 على ال 99 هتخليها 100. Very good. تعالوا بقى يا شطار نشوف الفراكشنز. عاوز اعرف الفراكشن ده هل هو كيب ولا انكريز. لو كيب يبقى هنزل ال 15 زي ما هي، لو انكريز ال 15 هتزيد 1 هتبقى 16. طب عايز اعرف بقى الفراكشن اللي عندي ده هاف اور مور ولا less than half. تعالوا نشوف الطريقه. باجي على النوميريتور اللي فوق واعمل له تايمز 2. 3 times 2 equal 6. طيب هاجي اعمل comparing ما بين النمبر اللي طلع لي وما بين الدينومينيتور اللي تحت. ال 6 more than 4 يبقى الفراكشن ده more than half. يبقى الفراكشن ده increase. هيزود لي 1 على ال 15 يخليها 16. برافو. Another question. 6 and 3 over 6. تعالوا نشوف. ال 3 النوميريتور اللي فوق هنعمل لها تايمز 2. 3 تايمز 2 ايكوال 6. تعالوا نعمل كده كومبيرنج ما بين التو نمبرز، هلاقي ان ال 6 ايكوال الدينومينيتور. يعني معنى كده يا مستر ان الفراكشن ده طلع هاف، وطالما طلع هاف يبقى ايه؟ يبقى انكريز. هيزود لي 1 على ال 6 هيخليها كام؟ 7. فيري جود. طب نشوف كويستشن نمبر جي 5 اوفر 8. يلا يا حلوين، ال 5 هنعمل لها تايمز 2 ايكوال 10، وال 10 مور ذان 8، يبقى الفراكشن ده انكريز. هيزود 1 على الهول نمبر، طب الهول نمبر مفيش 0، هيبقى الانسر ايكوال 1. برافو. كويستشن نمبر اتش 2 اوفر 9. ها ال 2 هنعمل لها تايمز 2، 2 تايمز 2 ايكوال 4، وال 4 طبعا less than 9. يبقى الفراكشن ده less than half، يعني الفراكشن ده كيب، يعني الهول نمبر هينزل will be down زي ما هو as it is. طب ما فيش هول نمبر، ده الهول نمبر اللي عندي هنا 0، يبقى الانسر ب 0. برافو. question number i 3 and 3 over 7. يلا خلاص عرفنا الطريقه. النوميريتور اللي فوق بعمل له تايمز 2. 3 تايمز 2 ايكوال 6. يلا نعمل comparing ما بين النمبر اللي طلع لي والدينومينيتور اللي ساكن تحت. ال 6 طلعت less than 7، يعني الفراكشن ده less than half، يعني الفراكشن ده كيب. يبقى الهول نمبر هينزل will be down زي ما هو، يبقى الانسر هيطلع 3. Very good.
Question number G, 0.65. طب ها look at the 10th digit. ال 6 keep ولا increase؟ ها ال 6 طبعا increase. هيزود ال 0 1 هيخليه للانسر 1. تعالوا نشوف سؤال اخر ويعتبر السؤال ده من الابلكيشنز على الابروكسيميشن. بيقول لي complete number A 23.61 meters approximately equal what to the nearest meter. ايه ده؟ مديني بالمتر ها وعاوز to the nearest meter. تمام، يبقى انا ها هبص على ايه يا مستر؟ هبص على ال 10th digit، هعمل approximation to the nearest unit على طول. طالما مديني بالمتر وطالب مني to the nearest meter، يبقى انا ببص على الايه يا مستر؟ على ال 10th digit. ها ال 6 increase هتزود لي ال 23 هتخليها 24. طالما طالب مني بالمتر، ها مديني بالمتر وطالب مني to the nearest meter، يبقى انا على طول بعمل approximation to the nearest unit او whole number. طب نشوف كمان سؤال. ها 5.19 كيلوغرامز equal أو approximately equal what to the nearest kilogram. ها look at the 10th digit. ال 1 keep or increase؟ ال 1 keep. ها يبقى ال 5 هتنزل will be down، يبقى الانسر هيبقى 5 كيلوغرامز. طب هنا بقى يا مستر مديني بالسنتيمتر وطالب مني to the nearest، مديني بالسنتيمتر وطالب مني to the nearest meter. دلوقتي بقى يا مستر مش هقدر اعمل الابروكسيميشن الاول، في دلوقتي خطوه لازم احول من السنتيمتر للمتر وبعد كده ابقى اقدر ايه اعمل الابروكسيميشن بتاعي. طيب تعالوا نفتكر، علشان احول من السنتيمتر للمتر كنت بعمل ايه؟ ها سامع ولد شاطر بيقول لي بنعمل divided 100، يبقى النمبر بتاعي اساسا 763 هعمل له divided 100. طبعا انا عارف ان انا لما بضيف على 10 او 100 او 1000 الديسيمال بوينت بتاعتي بتاخد digits according to the number of zeros. لو بضيف على 10 يبقى الديسيمال بوينت هتقعد بعد 1 digit، لو بضيف على 100 يبقى الديسيمال بوينت takes 2 digits بتقعد بعد 2 digits، لو بضيف على 1000 يبقى الديسيمال بوينت بتقعد after 3 digits يعني بتاخد مني 3 digits. طب دلوقتي احنا بنعمل divide by 100 يبقى الديسيمال بوينت will take 2 digits هتقف هنا between 6 and 7، يبقى الانسر هيبقى ايه؟ 7.63 meters، حولنا من السنتيمتر للميترز. دلوقتي بقى اقدر اعمل الابروكسيميشن وانا مرتاح. علشان اعمل الابروكسيميشن ها look at the 10th digit اللي هي 6. طيب ال 6 keep ولا increase؟ ال 6 increase، هتزود ال 7 1 هتخليها 8 meters. Very good. Question number D مديني 2098 milliliters approximately equal what to the nearest liter. مديني بالمليليتر وطالب مني الانسر to the nearest liter. في خطوة تحويل. عشان احول من الملي لتر للليتر ها يبقى لازم اضيفد النمبر بتاعي باي وات؟ فيري جود، باي 1000 صح. هنضيفد 2098 ديفايدد باي 1000 يبقى الديسيمال بوينت ويل تيك 3 ديجيتس 1 2 3 هتقعد هنا هيبقى الانسر 2.098 لترز. حولنا من الملي لتر للليتر. دلوقتي اقدر اعمل الابروكسيميشن وانا مرتاح. look at the 10th digit. الزيرو كيب هتنزل ال 2 whole number as it is، يبقى الانسر طلع approximately equal 2 liters. very good. number E مديني بالكيلومترز وطالب مني برضو to the nearest kilometer. طب دي مش محتاجة تحويل لانه مديني بالكيلومتر وعاوز to the nearest kilometer، هعمل الابروكسيميشن على طول. طيب ده مديني فراكشن، الخطوات بتاعه الفراكشن بعمل ايه؟ بن تايمز النوميريتور اللي فوق تايمز 2 ايكوال 6. تمام، هنعمل كومبيرنج ما بين النمبر اللي طلع لي
والدينومينيتور اللي ساكن تحت الـ6 طلعت ايه؟ more than 5، يعني الفراكشن ده more than half، يعني الفراكشن ده increase، هيزود لي الهول 3 هيزودها لي 1، يبقى الانسر هيبقى 4 كيلومترز. very good. تعالوا بقى نركز في السؤالين اللي جايين دول قوي، علشان دول من الاسئله الايه اللي محتاجه تركيز جامد جامد جدا جدا جدا. مديني بالدايز وطالب مني تو ذا نيرست ويك. طب انا عارف ان الوان ويك ايكوال هاو ميني دايز. برافو، سامع بنوته شاطره بتقول لي ان الويك ايكوال 7 دايز، يبقى انا عشان احول من الداي للويك لازم اعمل ديفايدد 7. فعلا النمبر اللي عندي 26 دايز، يبقى انا هعمل 26 ديفايدد 7. طب انا شايف ان الفراكشن ده عباره عن امبروبر فراكشن، عاوز احوله لميكسد نمبر. طبعا عشان نحوله بشد شرطه فراكشن فاضيه، انزل نفس الدينومينيتور وضيفت ايه في تيبل 7 يديني 26، مفيش. هنقلل شويه 25، مفيش. 24 مفيش، 23 مفيش، 22 مفيش، 21 هلاقي equal 3. تمام، هكتب ال 3 طبعا as a whole number على جنب. 3 times 7 ب 21، ها يتبقى كام remainder من ال 26؟ يتبقى 5، هتتحط فوق ال 7، يبقى النمبر طلع عندي whole 3 and 5 over 7. وبنفس الطريقه اللي اشتغلنا عليها، الفايف اللي فوق هعمل لها تايمز 2 طلعت كام؟ ايكوال 10. هنعمل كومبيرنج بتوين ال 10 والدينومينيتور اللي تحت اللي هو ال 7. ال 10 طبعا مور ذان 7، يبقى الفراكشن ده انكريز، هيزود لي الهول 3 1، يبقى الانسر هيطلع 4 ويكس. انذر كويستشن عشان تثبت في دماغنا بقى، نركز فيها كويس جدا جدا جدا. بيقول لي 52 days approximately equal what to the nearest week. نفس الخطوات، عشان احول من الداي للويك هعمل divided 7، يبقى ال 52 divided 7 طبعا ده improper fraction، عاوز احوله لميكسد نمبر. بشد شرطة fraction فاضية وانزل نفس الدينومينيتور اللي هو ال 7 وضيفت A في تيبل 7 يديني 52، مفيش. نقلل شوية، A في تيبل 7 يديني 51، مفيش. A في تيبل 7 يديني 50، مفيش. A في تيبل 7 يديني 49، هلاقي equal 7. هكتب ال 7 طبعا على جنب as a whole number. 7 times 7 equal 49، يتبقى كام remainder من ال 52؟ يتبقى 3، يبقى الانسر طلع 7 and 3 over 7. نفس الخطوات، ال 3 اللي فوق هعمل لها تايمز 2 هلاقيها ايكوال 6. طبعا تعالوا نعمل كومبيرنج، ال 6 طلعت ايه؟ less than 7، يعني الفراكشن ده less than half، يبقى الفراكشن ده كيب، يبقى الانسر هيطلع 7 ويكس. نشوف سؤال اخر في درس النهارده بيقول لي ايه؟ بيقول لي find the one digit decimal numbers which if approximated to the nearest unit or whole number give 17. عاوزني اجيب له كل ال one digit decimal numbers اللي لو اتعمل لها approximation to the nearest unit or whole number تديني 17. هلاقي كام نمبر يا مستر عشان يتعمل له approximation عشان يديني 17؟ هلاقي 10 numbers. فاكرين درس المرة اللي فاتت؟ كنت بلاقي 5 numbers just before والنمبر itself و4 numbers just after. طب تعالوا نشوف مين هم ال 5 numbers اللي just before، اللي قبل ال 17 على طول. هلاقي 16.9. طبعا ال 9 increase هتزود لي 1 على 16 هتخليها كام؟ 17. طب في ايه تاني؟ 16.8 برضه ال 8 increase هتخلي لي ال 16 17. تمام، ها في ايه تاني؟ 16.7. برافو، سامع ولد شاطر بيقول لي 16.6 شاطر. تمام،
بنوته شاطره بتقول لي اخر حاجه بقى ال 16.5 علشان ما ينفعش اخد اصغر من ال 5. ليه؟ ال 5 هو اصغر نمبر بيعمل انكريز، لو خدنا ال 4 هتفضل 16، وانا عاوز النمبر بتاعي يبقى كام يا حلوين؟ عاوزه يبقى 17. طب دول ال 5 نمبرز اللي جاست بي 4، قلنا كمان النمبر اتسيلف اللي هو ايه 17.0، الزيرو كيب هتنزل ال 17 as it is. برافو. ها دلوقتي دول 6 نمبرز، فاضل كام نمبر؟ فاضل 4 نمبرز اللي هم جاست افتر. ها what is the number just after 17.0؟ هلاقي 17.1 شطار، ال 1 كيب هتنزل ال 17 as it is. ها بنوته شاطره بتقول لي 17.2، ولا شاطر بيقول لي 17.3. اصغر اكبر حاجه نقدر نوصل لها بقى 17.4، ما اقدرش اخد اكتر من كده. ليه؟ ال 4 كيب هيخلي لي ال 17 as it is زي ما هي، لو زودنا عن ال 4 وبقت 5، ال 5 انكريز هتزود ال 17.1 هتخليها 18، وانا عاوز ايه؟ عاوز النمبر يفضل ايه 17. وفي نهاية درس النهاردة ارجو انكم تكونوا فهمتوه كويس جدا. with my best wishes and goodbye.